شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. نتكلم كلمة حول الفقه وكلمة حول الفقهاء. ما هو الفقه؟ وما هي حدود الفقه؟ وما هي المجالات التي يتأطر فيها هذا العلم؟ نحن أولا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن سعة كل علم تناط عادة بسعة موضوعه. كل علم من هذه العلوم المتداولة، سواء كانت علوما حقيقية أو كانت علوما اعتبارية، كل علم من هذه العلوم له موضوع معين. كل مسائل العلم، كل أبحاث العلم تتمحور حول ذلك الموضوع. مثلا من العلوم المتداولة علم الطب. علم الطب يبحث عن ماذا؟ الطبيب يبحث عن ماذا؟ سابقا الطبيب كان موضوعه البدن، كان يبحث عن هذا البدن، مو من جميع الأبعاد، مو من جميع الزوايا، وإنما من زاوية الصحة والسقم. ولكن الآن علم الطب قلص هذا الموضوع، الموضوع كان واسع قلص. الطبيب يبحث حول عضو معين فقط، مو حول البدن ككل. سابقا الطبيب ابن سينا مثلا كان يبحث حول البدن، ولكن الطبيب الآن مو تخصص البدن، وإنما تخصصه القلب مثلا، هذا طبيب في القلب. فإذا هذا موضوع القلب، كل المسائل التي يبحثها تتناول موضوع القلب. زين، القلب كم يشغل من الفراغ في هذا الكون؟
كم يشغل فراغ متواضع، لأنه عضو في بدن كائن من كائنات كوكب متواضع في هذا الفضاء اللامتناهي. فإذا في الواقع الطبيب الذي يبحث حول القلب رغم أهمية عمله ورغم أن هذا عمل من الأعمال المقربة إلى الله إذا يقصد بعمله وجه الله، ولكن موضوع حجمه حيز صغير. وهكذا تعال إلى علم الكيمياء، إلى علم الفيزياء، إلى علم الذرة، إلى علم الطبيعيات، إلى العلوم الرياضية، كلها تشغل فراغا صغيرا في هذه الحياة. ولكن تأتي إلى علم الفقه، شنو موضوع علم الفقه؟ السيد بحر العلوم رحمة الله عليه أو ابن الأعسم يقول في منظومته: موضوعه فعل مكلفينا، غايته الفوز بعليينا. غاية هذا العلم من أشرف الغايات. لماذا؟ لأنه يتعلق بالحياة الأبدية، غايته الفوز بعليينا. وموضوع هذا العلم فعل المكلف. فعل المكلف يعني شنو؟ فعل المكلف يعني كل ما تتصور مما يتعلق بالبشر كله داخل في علم الفقه. ماكو في العلوم المتداولة علم بهذه السعة وبهذه الشمولية. الفقه يتناول حياة المكلف كلها طولا وعرضا. من ناحية الطول، قبل أن يولد الجنين، قبل أن يولد، بعد نطفة، ما من عقب. الفقه يبحث حول هذا الجنين الذي ستنعقد نطفته. راجعوا كتاب النكاح. ويستمر علم الفقه إلى، مو إلى مرحلة الموت، إلى ما بعد الموت. حتى بعد الموت بسنوات تحول إلى تراب، ولكن علم الفقه يتناول هذا المكلف. هذا في الطول. ونأتي إلى ناحية العرض، يشمل كل ما يقوم به المكلف. يعني شنو تتصور؟ كل فعل، كل حركة، كل سكون. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. عندما تحرك شفتك هذه حركة، عندما تسمع كلاما هذه حركة، عندما تنقل خطواتك من منطقة إلى منطقة هذه حركة. ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، وهذه المعرفة يتكفلها علم الفقه. فلا يشذ شيء في الحياة عن علم الفقه. لذلك عملية الاجتهاد، ملكة الاجتهاد، تحصيل هذه الملكة شيء مشكل. ذلك الرجل قال: أن يكون المؤمن عالما هين، ولكن أن يكون آدميا محال.
فسمع الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هذه الكلمة، قال لا مو صحيح، أن يكون الفرد عالما مشكل، لأن هذه الملكة مشكل تحصيلها، وأن يكون آدميا أشكل، فإذا أن يكون الفرد مجتهدا عند هذه القدرة هذا كلش مشكل، هذا نبوغ، الاجتهاد نوع من النبوغ لا يعطاه كل أحد، مو معناته أن واحد يبقى في الحوزة العلمية 20 عام يصير مجتهد، لا، قد يبقى في الحوزة العلمية 70 عام وما يصير مجتهد. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. علم الفقه مو علم الطب، رغم أهمية هذا العلم، لأن علم الطب جمع لمعلومات، الاجتهاد مو جمع لمعلومات فقط، الاجتهاد قدرة الابتكار، مبتكر في علم الطب، مخترع في علم الطب، مكتشف. شلون أهمية المكتشف؟ مو عالم، مكتشف. المجتهد مكتشف، المجتهد مخترع، لذلك هذه ملكة تحصيلها مشكل. والأشكل من ذلك والأصعب من ذلك تحويل هذه الملكة من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. قد يكون واحد عنده قدرة مجتهد، ولكن لم يعمل هذه الملكة، واحد رافع للأثقال عنده قوة الرفع ولكنه لم يرفع الأثقال إلى قوة، ولكن لم يحولها إلى مرحلة الفعل. أن يحول المجتهد هذه القوة من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل بهذه السعة وبهذا الشمول وبهذا الامتداد كلش مشكل. كم صاحب جواهر عندنا في التاريخ؟ هواي عندنا مجتهدين، ولكن صاحب الجواهر رحمة الله عليه حول هذه الملكة إلى فعلية شمولية. تشوف كتاب الجواهر الذي هو حقيقة من مفاخر، مو إحنا مفاخرنا، وإنما مفاخر البشرية، البشرية ككل، هذا يفتهمه علماء القانون، علماء القانون يفهمون كيف أن الجواهر مفخرة، يتمكن أن يكتب من الطهارة إلى الديات كل المسائل اللي كانت إلى عصره يكتبها جميعا، هذه مفخرة، وعلى قول بعض العلماء معجزة. هذا مو بسهولة، احنا نشوف الجواهر ولكن ماذا خلف الجواهر من الأتعاب والجهود. الشيخ العراقي رحمة الله تعالى عليه هو ينقل عن الحائري، الحائري الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحوزة العلمية في قوم، يقول أن أستاذي، يعني أستاذ الشيخ الأراكي وهو الحائري، مدة كان في سامراء في مدرسة المجدد السيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وما أدري المدرسة إلى الآن موجودة أو الطواغيت هدموها لا أعلم. يقول أنا كنت هنالك أستاذ، يعني الشيخ الحائري كان هناك، وما أدري أنتم شايفين حر العراق أو ما شايفين، حر قاتل حقيقة، وحر سامراء حر قاتل، في الظهيرة جميع الناس يذهبون إلى السراديب ينامون في السراديب، ولكن الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه يجلس في غرفة فوقانية، وحر نوم الناس نايمين، والعرق يتصبب من جميع جسده، وهو ينظر في فقه آل محمد. مو بسهولة واحد يصير الشيخ عبد الكريم الحائري، مو بسهولة واحد يصير صاحب الجواهر،
مو بسهولة واحد يصير مثل هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم وتحملوا كل المصاعب. راجعوا كتاب مفتاح الكرامة، ولو هو دورة ناقصة بالفقه ما تمكن يكمل كتابه، قلة من فقهائنا تمكنوا يكتبون دورة كاملة في الفقه. يقول حفيده، يقول أنا كنت عنده فنمت وهو جالس يكتب، يقول نمت بعد مدة قمت شفته أيضا قاعد يكتب، قلت له يا جد إلى متى تكتب؟ يكتب ويكتب ويكتب والناس نيام حتى يعطي خريطة الحياة السعيدة للمجتمع. يقول عندما في أخريات الليل كان ينعس كان يرفع ركبتيه ما ينام على الأرض. تتمكن تسوي ليلة واحدة هذا العمل؟ نتمكن نقوم بهذا العمل؟ يرفع ركبتيه ويضع رأسه بين ركبتيه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل، وينام قليلا ثم يقوم ويعود إلى علمه وإلى عبادته. راجعوا كتاب مفتاح الكرامة، في كتاب الوكالة، في كتاب الطهارة، في بعض الكتب الأخرى، يقول انتهى هذا المجلد في الربع الأخير من الليل. الربع الأخير يعني الوقت اللي غالبا احنا كلنا نايمين، ولكن ذلك الفقيه يجلس ويفكر ويكتب. هكذا تحملوا في الواقع حتى دلونا على الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. هذه الجهود وهذه الأتعاب، حتى عندما حوصرت النجف الأشرف من قبل هذه الفئة الضالة قبل حوالي 190 عام، كان يقود صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي رحمة الله عليه، كان يقود الحرب والتحصينات، وفي نفس الوقت كان يكتب. في نفس الوقت حقيقة هذه مفاخر البشرية، يعني هذه مفخرة لا تختص بأمة دون أمة، هذه مفاخر البشرية. هذه كلمة أولى، والكلمة الثانية أن الفقهاء لهم دور آخر، وهو دور إدارة هذه الأمة. شنو معنى الإدارة؟ الإدارة أضرب لكم مثالا بسيطا، أنت مدير لعائلتك، أنت مسؤول عن عائلتك. كم في هذه العائلة؟ زوجة وثلاثة أطفال. أنت تصرف وقتك من الصباح إلى الليل في شؤون هذه العائلة. ليش؟ لأن أنت مسؤول عن أربعة أفراد. طول عمرك تركض وتسعى، وهذا العمل محبوب لله، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ليش؟ لأن أنت مسؤول عن أربعة أفراد، عن عشرة أفراد، عن مجموعة صغيرة. مرجع التقليد مسؤول عن كل فرد فرد من أفراد هذه الأمة بقدر قدرته. طبعا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر بقدر القدر. إذا أكو ناصر، إذا ما أكو ناصر الفقيه معذور أمام الله، ولكن مع ذلك رغم ضعف الناصر الفقهاء المراجع أيدهم الله تعالى ورحم الماضين منهم، هؤلاء يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن كل فرد فرد من أفراد هذه الأمة.
مسؤول عن المشكلة الاقتصادية لكل فرد، عن المشكلة الثقافية، عن المشكلة الدينية. كل واحد عنده مجموعة ضخمة من المشاكل. الفقيه يعتبر نفسه مسؤولا عن كل هذه الأفراد، مئات الملايين من أفراد الأمة المؤمنة الفقيه مسؤول عنها ويعتبر نفسه مسؤولا عنها. شوف شلون مهمة عظيمة ألقيت على عاتقه، وكم أن هذه المهمة حقيقة تحتاج إلى مساندة من قبل الأمة. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ينقل أحد الأشخاص الذين كانوا قد وفدوا في عهد صاحب الكفاية، رجل غريب، وتعلم أنه الواحد الغريب لا يعرف شيئا، شاب في بداية الزواج، يقول في ليلة من الليالي والناس كلهم نيام، وهذا الرجل غريب في هذه المدينة لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد، يقول أنه زوجته أصبحت في حالة الطلق وتريد أن تضع. رجل غريب وفقير وما يعرف واحد، ما الذي يفعل في هذه الحالة؟ ما فكر، ما وصل إلى فكرة، وين يروح؟ بيت فلان أو بيت فلان أو بيت فلان، ماكو. أخيرا وصل في ذهنه أن يذهب إلى بيت صاحب الكفاية، وهو أحد كبار فقهائنا، كان قبل حوالي 100 سنة أو 80 سنة. يقول ذهبت إلى بيت صاحب الكفاية وطرقت الباب في منتصف الليل، وأنا أنتظر أنه الخادم يجي أسأله وين بيت القابلة، القوابل اللي كانوا في ذلك الوقت، لأنه إذا ماكو قابلة ربما المرأة تموت في تلك الحالة، خصوصا في تلك الأزمنة القديمة اللي ماكو وسائل. يقول طرقت الباب كم مرة لكن بهدوء، وأنا أنتظر الخادم يفتح الباب، وإذا بالباب يفتح. هذا هو المرجع الأعلى في حياته، المرجع الديني، والمرجع الذي غير نظاما، يعني كان مرجعا دينيا ومرجعا زمنيا أيضا. يقول فتح الباب وإذا بصاحب الكفاية على الباب وشال أبيض على رأسه والقلم في يده، أول قلم معه. شي يسوي في منتصف الليل؟ يكتب في منتصف الليل. قال يقول أنا انبهرت بهذا المنظر ودهشت، فما سلمت علي، نسيت السلام. فيقول هو ابتدأني بالسلام، سلم علي، فرددت عليه السلام. قال شنو؟ قلت في الواقع أنا غريب في هذه المدينة، هو يعرف صاحب الكفاية، وأنه الآن زوجتي في حالة ولادة، وأريد هذا الخادم يدليني على بيت القابلة التي تأتي بالمولود. يقول قال الخادم الآن ما يتمكن يوديك إلى بيت القابل. قلت ليش؟ قال لأن الخادم نائم، أنا ما أتمكن أوقظه، أنا آتي معك. يقول قلت شيخنا لا كذا، قال ما يصير أنا أجي معك. قلت أوقظ الخادم، قال لا، الخادم عنده وقت معين، انتهى ذلك الوقت، الآن وقت راح، أنا ما أوقظ. يقول ذهب ثم جاء وقد لبس عباءته وعمامته، وأخذ الفانوس أمامي وأخذ يسير في الدروب الأزقة القديمة من زقاق إلى زقاق، وأنا أكاد أذوب من الخجل. يقول راح إلى أن وصل إلى بيت القابلة، قال للقابلة هذا الرجل زوجته عند حالة ولادة. إجت القابلة فأخذ الفانوس أمامنا وأخذ يمشي أمامنا حتى يضيء الطريق، ماكو مصابيح في ذاك الوقت، إلى أن أوصل القابلة إلى بيت هذا الرجل. فدخلت القابلة
ثم رجع صاحب الكفاية رحمة الله عليه إلى بيته، رجع ثم بعث بكمية من النقود والسكر والقند والأقمشة لبيت هذا الرجل. يقول بعدين أنا عندما كنت أشوف صاحب الكفاية ما كنت أستطيع النظر إلى وجهه لهذا الموقف العظيم الذي وقف. العالم بالإضافة إلى تلك المهمة العظيمة وهي المهمة الفقهية له مهمة إدارية أيضا، بقدر ما تقف معه الأمة يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، وبالمقدار الذي يرى أنه لا تقف معه الأمة ولا تسانده الأمة معذور أمام الله، ولكن رغم كل ذلك تجد أن الفقهاء يعملون كل شيء حتى فوق حدود الطاقة المتعارفة لأداء هذه المهمة. ينقل واحد يقول كنت في بيت واحد من العلماء، يقول أنه إجا فقير فما كان عنده أي شيء في البيت، لا فلوس كان عنده ولا أكل ولا أي شيء ما كان عنده في البيت، فقال لي عندنا هذا القدر، القدر الوحيد اللي كان في بيته، أخذ هذا القدر وديه إلى البقال الفلاني اللي في الزقاق، اطي هذا القدر رهن عنده، أخذ منه كمية من المال وأعطها لهذا الفقير. قلت لم يكلفك الله بذلك؟ قال ما عليك. فذهبت وأعطيت القدر إلى البقال وأخذت منه المال وأعطيته لهذا الفقير. هذه هي المسؤولية الفقهية وهذه هي المسؤولية الإدارية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.